أنا بما يتعلق بطرح الفريق الآخر لموضوع الحوار، من أول لحظة كانت واضحة بالنسبة إلي المرامي والأهداف البعيدة من وراها، ولا لحظة من اللحظات بقول لكم بكل أسف أن الفريق الآخر كان بده حوار، حوار جدي. كل شيء كان بده إياه آخر جمعتين ثلاثة، كل شيء كان بده إياه من بعد التركيز الهائل اللي صار إن كان داخليا أو عربيا أو دوليا على موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. كل شيء كان بده إياه أنه بده يزيح التركيز عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية إلى مواضيع أخرى. أحسن طريقة طلعت عنده هو بيطرح شغلي كل العالم بده إياها وكل العالم بتحبها اسمها الحوار، بالوقت اللي منه جدي بهالحوار بيطرح الشغلة هيدي، بيطرح الموضوع هيدا، بيطرح إعادة العودة إلى طاولة الحوار، وبالتالي بيكون شيل التركيز عن مطرح ما هو بالوقت الحاضر، أخذه إلى مكان آخر مختلف تماما ما رح يؤدي إلى أي نتيجة، لأنه ما في نية فعلية عندهم للحوار وبكافة الأحوال تبينت بها 48 ساعة. نحن من الأول عرفنا اللعبة شو هي، بس كان من الصعب جدا أنه واحد يقول لا لدعوة معينة للحوار. مشان هيك تحفزنا بالشكل اللي تحفزنا فيه، طرحنا كل ملاحظاتنا، طرحنا كل تخوفاتنا، وبالآخر طلعنا بالصيغة يلي إذا في أي نية لحوار فعلي هي يلي ممكن تؤدي إلى نتيجة. دخلكم شو اللي ممكن يؤدي إلى نتيجة أكثر بالأوضاع المعقدة بالظروف المعقدة اللي عم بيعيشها لبنان؟ إنه طاولة قاعدين عليها 14 إنسان عم يجربوا يتفاهموا على شيء معين، ولا اثنين مسؤولين يلتقيوا كل واحد عن الفريق اللي بيمثله ويجربوا يوصلوا لبعض القواسم المشتركة؟ طبعا هو التقاء مسؤولين يجربوا يوصلوا لحد أدنى من القواسم المشتركة، وبمجرد ما طرعنا عليهم بالاقتراح إجينا الرفض الكبير، الرفض الواضح يلي ما بيترك أي مجال لا للبس ولا للغموض. طبعا هن ما رفضوا، ما قالوا أنه ما بدنا هالحوار، لا رفضوا بطريقة أخرى بس كانت أكثر تعبيرا وأكثر وضوحا، إذ قالوا أنه إذا بدكم حوار ثنائي تحاوروا مع الجنرال عون. وصار معروف للأسف الجنرال عون لشو عم بيستعملوا الفريق الآخر. بكافة الأحوال نحن ما بأي يوم من الأيام رفضنا حوار، بس حوار حقيقي، واللي بدهم إياه هلأ كان صورة لطاولة الحوار تشيلوا التركيز عن انتخابات رئاسة الجمهورية. طبعا ما رح نعطيهم الصورة اللي بدهم إياها، بس وقت اللي بدهم حوار جدي هن بيعرفوا العناوين الجدية وبيعرفوا كيف ممكن يبلشوا حوار جدي. وبكافة الأحوال أي حوار جدي هو ما ممكن يكون جدي إلا إذا صار وراء الكواليس، ومن بعد ما يعطي النتيجة المطلوبة منه ساعتها بيتظهر بصورة معينة، بينما هن ما كان مطلوب حوار جدي. مشان هيك فورا رفض الرئيس بري يعطي موعد لسعد الحريري، كان بدهم الصورة فقط لا غير. نحن تجاه الواقع مستمرين. طبعا ما بخفيكم انه خياراتنا منا كتيرة، وحتى الخيارات القليلة اللي عنا منا سهلة. كل يوم بيوم وعم نرجع نقيم من اول وجديد، ورح نضل نقيم وندرس لحديث ما نتوصل لطريقة للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا ممكن نتصور بلد، ولا ممكن نتصور مؤسسات دستورية، ولا ممكن نتصور اي تقدم بدون بغياب رئيس الدولة. اول عمل اذا بدنا نفكر بشكل ايجابي، اول خطوة لازم نفكر فيها هي تعبئة الفراغ في موقع رئاسي الاولى، وهيدا اللي نحن منكبين عليه، والتوفيق على الله اذا الله راد. بنهاية هالحديث بدي اتمنى لكم سهرة سعيدة وهانئة وهادئة اذا الله راد. بدي اعهدكم على انه نحن رح نضل مستمرين تنوصل للبنان، لبنان الدولة، لبنان الكيان بالدرجة الاولى. لحديث هلا بدي لكم انه لبنان الكيان بعد ما استقر بشكل نهائي، وما ممكن يستقر ويصير لبنان الكيان اللي بدنا اياه قبل ترسيم حدوده. مثل كل واحد منكم اذا عنده شقفة ارض صغيرة بيعرف انه ما بتكون بالفعل له الا اذا معه فيها ورقة من دوائر العقارية، الا اذا عارف حدودها شو هي. نحن نفس الشيء، ما رح نوصل على لبنان الكيان الا من بعد ترسيم حدودنا. لهالسبب بالذات عم بيرفضوا يرسموا الحدود معنا. نحن مستمرين للوصول قد ما طال الزمن للبنان الكيان، مستمرين للوصول الى لبنان الدولي وليس الدويلات. ما ممكن انه مجتمع يقدر يقوم ويقدر ينمى ويقدر يصير في حضاره وثقافه واقتصاد وتطور وتقدم مثل ما بدنا ومثل ما عم نطمع الا اذا بيكون في دوله فعليه قويه قادره. رح نضل نسعى تنوصل لهالهدفين بنفس الوقت. يمكن تشوف الصعوبات بوجهنا كبيره،
أنا بدي أتمنى عليكم تتذكروا شوي صغيرة، إذا بترجعوا بالتاريخ 4 أو 5 سنين لورا وبتطلعوا، كان يتبين وكأنه الأفق كان مسدود. بالوقت يلي سنة 2005 تبين أنه مش مسدود أبدا، وأدى إلى كل ما كنا نحلم فيه بالسنوات السابقة. هلأ نفس الشيء، إذا معتقدين أنه الأفق مسدود ما تبغزوني، يعني بتكونوا يمكن مش مقدرين وضعي بشكل دقيق. ما في أفق بهالدنيا مسدود، الأفق اليوم شايفينه مسدود، بس بكرة يمكن يفتح الأفق على أشياء جديدة وجديدة. بدي تتذكر أنه مع كل شرقة شمس في وضع جديد، مع كل شرقة شمس في أمل جديد. خلينا نضل مؤمنين بحالنا بالدرجة الأولى، مؤمنين بربنا ومؤمنين بحالنا وبقدرتنا. من هونيك وطالع كل العملية صارت عملية وقت. من جديد تحياتي وشكري العميق وتمنياتي بالنجاح الدائم لطوني أبي نجم ولكل العاملين بالموقع الإلكتروني، ولو ما بقدر سميهم كلهم سوا بالوقت الحاضر. تحياتي لكل الموجودين بيناتنا. بتمنى انه ما تطول هالمرحلة الرمادية اللي عم نعيشها، بس بكافة الأحوال اليوم أو بكرة أو بعد جمعة أو بعد شهر أو بعد سنة، واصلين إذا الله راد لشاطئ الأمان. عشتم، عاشت القوات اللبنانية، يحيى لبنان.